أهلا بكم أحبائي الصغار من جديد. انظر أمامك وقل لي ماذا تشاهد في الصور التالية. ما هذه الصورة؟ وما هذه الصورة؟ وما هذه الصورة؟ هل استطعت أن تحزر ما الصور التي أمامك؟ الصورة الأولى، أحسنتم، طائرة. الصورة الأولى طائرة، هي بنا نكتب كلمة طائرة. الصورة الثانية، أحسنتم، صورة منطاد. صورة منطاد، هيا بنا نكتب كلمة منطاد. الصورة الأخيرة، صورة مشط. صورة مشط، أحسنتم، صورة مشط. الصورة الأولى طائرة، الصورة الثانية منطاد، والصورة الثالثة مشط. انظر إلى اللون، إلى الحرف الملون باللون الأحمر. انظر إلى الحرف الملون باللون الأحمر. هذا الحرف هو ضيفنا لهذا اليوم. ما اسم هذا الحرف؟ وما صوته؟ وما هي عدد أشكاله؟ وكيف هي طريقة كتابته؟ وأين يكتب؟ سنتعرف كل هذا في هذه الحصة. هذا الحرف هو حرف الطاء. اسمه حرف الطاء. حرف الطاء في أول صوته إط. صوته إط، حرف الطاء وصوته إط في آخر الكلمة. إذا لحرف الطاء شكل واحد، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. اسمه حرف الطاء وصوته إط. اسمه حرف الطاء وصوته إط. الآن سنتابع ونتعرف أكثر على ضيفنا الجديد. كما قلنا سابقا، اسمه أو اسم الضيف هو حرف الطاء. اسم الضيف هو حرف الطاء. صوته إط. صوته إط. اسمه ماذا يا أول؟ اسمه حرف الطاء. صوته إط. من الحروف المتصلة. وكما قلنا سابقا، ما معنى متصلة؟ متصلة يعني يقبل أن يمسك بالحروف من قبله أو من بعده، إلا إذا كان الحرف الذي قبله أو بعده منفصل فلن يمسك. إذن من الحروف المتصلة. أم من المنفصلة حرف الطاء؟ حرف الطاء من الحروف المتصلة، يقبل أن يمسك بالحروف الأخرى. عدد أشكاله شكل واحد. في أول الكلمة يكتب هكذا، في وسط الكلمة بنفس الشكل، في آخر الكلمة بنفس الشكل. طريقة كتابته يكتب على السطر. كيف أكتب حرف الطاء؟
من السطح. أعيد مرة أخرى، اسم الضيف هو حرف الطاء، صوته إط، صوته إط. من الحروف المتصلة، يقبل أن يمسك بالحروف. عدد أشكاله واحد، أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة بنفس الشكل. طريقة كتابته، يكتب على السطر. إذا كتبناه في أسفل السطر هذه الطريقة الصحيحة. الآن إذا كتبناه بهذه الطريقة خاطئة. إذا كتبناه أعلى السطر خاطئ. الطريقة الصحيحة على السطر، الطريقة الصحيحة على السطر. سنتابع الآن حرف الطاء ونطقه مع السكون والحركات المدود والتنوين. حرف الإط مع السكون صوته إط، مع الفتحة صوته طه، مع الضمة صوته طه، مع الكسرة صوته طه، مع حرف المد آ صوته طا، مع حرف المد أو صوته طو، مع حرف المد إي صوته طي، مع تنوين الفتح صوته طن، مع تنوين الضم صوته طن، مع تنوين الكسر صوته طن. أعيد، حرف الإط مع السكون إط إط إط، مع الفتحة أه طه طه طه. الآن حرف الإط مع السكون إط بط ريق، إط بط ريق. طه طبلون طه طبلون، طه طبول طه طبول، طي طلاء طي طلاء، طا منطاد طا منطاد، صوته طا منطاد. طو سطور طو سطور، طي لطيف طي لطيف، طن بساطا طن بساطا، طن بساط طن بساط، طن بساط طين بساطين. حرف الإط مع السكون، السكون هو مجمد الحرف لا يتحرك، إط بطريق أو بطريق، هي الإط بطريق. حرف الإط متحرك، حرف الإط ساكن بطريق أو بطريق، لا يجب بطريق أو بطريق. طه طه طاب لون طه طاب لون. كيف أحلل طه مفتوحة بعدها ساكن؟
متحرك وساكن مقطع واحد، واللام تنوين الضم، لن طب، لن طب طب متحرك، اب مع او، حرف عادي مع حرف مد. اذا الاط لوحدها طب او، لن طي طي حرف عادي مع حرف مد، لا طي، لا همزة عليها تنوين ضم، طي لا أم. من طاد متحرك وساكن مقطع، حرف ط مع حرف المد مقطع. من طاد مع حرف المد او، والراء متحرك، سو طو رن طي في اخر الكلمه. هنا اتى المقطع في وسط الكلمه، لا متحرك، حرف الاط مع حرف مد، حرف الاط مع حرف مد، لا طي فن، لا طي فن. مقطع طن ب متحرك. لماذا لم أضع الإب مع الإس؟ لأن حرف الإس معه حرف المد آ، حرف الإس مع حرف المد آ. ب سا ب سا طن ب سا طن. حرف الاط مع التنوين ب سا طن ب سا طن. هنا تنوين الفتح مع حرف الاط يحتاج الى عصا يتكئ عليها، حرف الاط مع تنوين الضم لا يحتاج الى ا، حرف الاط مع تنوين الكسر لا يحتاج الى الف او عصا تاتي معه. هكذا نكون قد انهينا حرف الاط مع الحروف مع الحركات والمدود. الآن يا أول سنتابع حل تمارين الكتاب. درسنا كان عن حرف الطاء. حرف الطاء هذا اسمه، صوته إط، صوته إط. عدد أشكاله واحد، شكل واحد، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. في أول الكلمة انتبه إلى صوت حرف الط، ط طلال، جاء صوت الحرف الإط في أول الكلمة، ط طلال. حرف الإط في كلمة لطيف، لطيف، حرف الإط جاء في وسط الكلمة. بساط، بساط، جاء حرف الإط في آخر الكلمة. إذن في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة شكل حرف الإط بهذا الشكل، وطريقة كتابته نقطة من عند السطر، حرف الإط يكتب بهذا الشكل، حرف الإط على السطر بهذا الشكل. حرف الإط يا أول يكتب على السطر
لا أنزل لا تحت السطر أو فوق السطر. حرف الإط على السطر. انظر إلى الصورة التي أمامك. أحسنتم، صورة طائرة. صورة طائرة تبدأ بصوت حرف الإط، طائرة، تحديدا مقطع طا، مقطع طا. هنا ط، هنا ط. طلال، لا طيف، هنا مقطع طي، مقطع طي. هنا بساط جاءت ساكنة، بساط ساكنة. هنا طائرة. أنطق حرف الإط، إط، إط مع السكون مع الفتحة طه. أنظر وألفظ طه، طي، طي، طا، طا، طو، طو، طي، طي. أردد الكلمات وانتبه إلى صوت حرف الإط، صوته، انتبه إلى صوته، حركته ومكان كتابته في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة. الكلمة الأولى نتهجاها معا، ط ري قن، ط ري قن. حللها، ط ري حرف عادي مع حرف مد وحرف القاف تنوين الفتح، ط ري قن. جاء حرف الإط، جاء حرف الإط في أول الكلمة، صوت حرف الإط في أول الكلمة، جاء مفتوحا طه، طه عليه حركة الفتحة. قي طارن، قي، قي حرف الإق عليه كسرة، قي حرف الإط مع حرف المد آ، إذا جاء حرف الإط مع حرف المد آ. قي طارن، قي طارن، جاء صوت حرف الإط في وسط الكلمة. خو يو طن، خو، خو يو طن، خو يو طن. جاء حرف الإط مكسورا في آخر تنوين الكسر، عليه تنوين الكسر في آخر الكلمة. إذا في أول الكلمة جاء مفتوحا، في وسط الكلمة جاء مع حرف المد آ، في آخر الكلمة جاء حرف الإط في منون بتنوين الكسر. ألفظ طا، طا، طن، ط، ط، طن، ط، ط، طن، ط، ريق، قي، طار، خو، يو، طن. الآن أضع دائرة حول حرف الإط. هل هذا الصوت إط؟ صوت الإط. ض، ض، إص، هذا ليس حرف إط وهذا حرف الإص. حرف الإض هذا أخ من أخوان حرف الإط لكنه عليه نقطة، إذن هذا ليس حرف الإط. إط، إط، إص، إط. الآن أضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي حرف الإط. الكلمة التي نقرأها
الكلمة التي نقرأها ونلاحظ فيها صوت حرف الأط نضع عليها دائرة. الكلمة الأولى ما، كيف أتهجاها؟ أقرأ الحرف مع الحركة. أنظر إلى ما ط ما ط رين ما ط رين مطرين. هل فيها حرف الطاء؟ نعم فيها حرف الإط مفتوحا، حرف الإط مفتوح، إذا نضع عليه دائرة. أنا هنا تهجيت حرف هذه الكلمة، كيف تهجيتها؟ قرأتها، قرأت الحرف الأول مع الفتحة ما، دمجت الحرف الثاني ط ما ط، والأخير هذه الحروف أخذناها جميعا ما ط رين ما ط رين. طيب الكلمة الثانية ق ل من، ق ل من، فيها حرف الإط؟ لا يوجد فيها حرف الإط. أيضا نتهجاها جيدا، كل الحروف معروفة ق ق، الحرف الثاني ندمجه لا قال قال، والام قال من قال من، لا يوجد فيها حرف الإط. الصورة الثالثة، الكلمة الثالثة، المقطع الأول طا طا، أنا هنا أقرأ مقاطع حرف الإط مع الآن طا، الآن حروف متحرك متحرك، لي طالي بن طالي بن طالب، فيها صوت حرف الإط طالب؟ أحسنتم، فيها صوت حرف الإط مع مقطع الآن طا، إذا نضع عليها دائرة. الكلمة الأخيرة نتهجاها معا، انظر بعينك ب ب لا، مقطع حرف عادي مع حرف مد، التقطيع الصوتي أو التحليل الصوتي، قراءة صوتية وبالعيون ب لا طين، أسترجع في عقلي الحرف الأمامي، ممنوع أحكي إط وتنوين كسر طين إب وفتحة ب، لا ب لا طين، فيها صوت حرف الإط؟ نعم فيها صوت حرف الإط، جاء من منون بتنوين الكسر، أضع عليها دائرة. أقرأها من جديد ب لا بلا طين بلا طين، أحسنتم. الآن أحلل الكلمات إلى مقاطع. عندنا كلمة طبيب، ط ط بي بن، الإط عليها فتحة، الإب مع حرف المد إي طبي، والإب أخيرة منونة بتنوين الكسر طبيب. إذا كيف أحللها؟ الإط لوحدها، الإط لوحدها، ط لماذا لوحدها؟ لأن حرف الإب جاء بعده حرف إي وهو حرف مد، يصبحان مقطع واحد طابي، وحرف الإب الأخيرة منونة بتنوين الكسر طابي بن. الكلمة الثانية ح مفتوحة ط حط حط بن حط بن، مراجعة الحروف والمقاطع التي أخذناها بالفصل الأول ضرورية كثير في القراءة. ح ط بن، حرف الإب أخذناه بالفصل الأول، حرف الإح أخذناه بالفصل الأول، ح ط حط إب وتنوين كسر حط بن حط بن، إذا متحرك ح ط والإب بن حط بن. الكلمة الثالثة ب ب سي ب سي طن بسيط،
ب س طن ب س طن ب س ب س طن. أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ. ط ط وي أقرب ط وي طوي ولن طوي لن طوي لن. إذن أركب حرف الإط من الحروف المتصلة يمسك بالحرف الذي قبله يمسك بالحرف الذي قبله. ط مدد يده ليمسك بحرف الأو. ط وي لن حرف الماء الإي يمسك بالحرف الذي بعده. ط وي لن. هنا احنا ركبنا الكلمة، كانت هنا الكلمة محللة إلى مقاطع، احنا هون ركبناها. ط وي لن. خلينا نقرأ هاي الحروف هاي المقاطع ونتهجاها. ما 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 طا عينكم على الكتاب. ما طا رن انتبه. ما طا رن. ما طا رن. كلمة الأخيرة ن شا طن. ن شا نشا طن. ن شا طن. حرف الإط من الحروف المتصلة، هنا لم يمسك بالحرف الذي قبله لأن حرف الآ من الحروف المنفصلة، عشان هيك ما مسكوا بعض، تركناها لحاله. ليش؟ لأن حرف الآ من الحروف المنفصلة لا يقبل أن يمسك بالذي بعده. أقرأ. ق ط ف ق ط قط ف قطف قطف. طاري طاري قن قطف طارق. انتبه للتهجئة. قطف قطف تصبح قطف. طاري طاري قن طاري قن. قطف طارق. وردة وردة تن وردة تن. انتبه على الحروف. قطف قطف طارق قطف طارق وردة. الكلمة هنا فيها حرف الإط في وسط الكلمة جاء مفتوحا جاء مفتوحا. هنا جاء حرف الإط في كلمة طارق مع حرف المد آ طا. الكلمة الجملة الثانية ط ط لا طالا لون طالا لون. طا لي بن طا لا لون. طالب نشي نشي طن نشيط. طلال طالب نشيط. حرف الإط في أول الكلمة في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. جاء حرف الإط مفتوحا جاء حرف الإط في كلمة طالب مع حرف مع مقطع آ، وفي آخر الكلمة جاء منون بتنوين الضم. نتابع. أمرر قلمي ثم ألون. أمرر قلمي على حرف الإط. نبدأ من السطر وننزل. أملأ الفراغ بحرف الإط ثم ألف.
يعني هون بدنا نختار موقع حرف الأط في أول أو وسط أو آخر الكلمة. نجرب ط بي بون ط طبيب مس مسطرة بساط بساط. هنا في التمرين الأخير أكتب بخط جميل حرف الأط مع الحركات والسكون مع حروف المد وكلمة طريق عو طور نشيط طارق طالب نشيط.